السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نشوف مع بعض ازاي هنعمل موقع كامل من غير ما نكتب اكواد او شفرات او حاجة زي كده. في موقع اسمه ويب فلو، بكل بساطة تقول له نيو سايت، فبيقول لك اختار شكل السايت اللي انت عايزه، تمام. فممكن مثلا نختار دوت، اقول له سيلكت، بيقول لي اكتب اسم الموقع، قلت له اوكي، فهو بيبدأ يعمل لك الموقع. ومجرد ان انت بتعمل تعديلات بسيطة بسهولة جدا بالماوس تقدر تصمم الموقع بتاعك. يعني ممكن مثلا تحدد كده، اهو انا حددت الجزء دوت، فبيقول لي طب انت عايز بقى تكتب ايه. تقدر تدوس وتقول له ايه، hello in Egypt، تمام. هنا بقى تدوس هنا وتكتب بقى اللي انت عايزه، هنا اكسبلور، فبتبدأ تشوف بقى الزرار دوت. المفروض عايز تغير الكلاس، كلاس يعني الحاجة اللي هي تتنفس لما هو يدوس عليها، فتقدر تغير زي ما انت عايز. تقدر تخليه هنا بقى، تخليه مثلا يجي ناحية اليمين شوية مثلا بالشكل دوت اهو، تقدر تتحكم فيه. انا خليته مثلا اكبر شوية، ممكن هنا تعدل فيه، تقدر تعدل فيه من غير ما تكتب اكواد. هو سهل لك الموضوع على الاخر، بحيث ان انت مجرد بس ايه بتعدل هنا، بتحدد اللي انت عايز تعدل عليه، وتقدر تعدل زي ما انت عايز. الكلام ده مثلا تقدر تدوس عليه مرتين وتكتب الحاجة اللي انت عايزها، وممكن تخليه مثلا لما تدوس عليه يعمل لك حاجة معينة، ممكن تغير الخلفية بتاعتك، تمام، الخلفية بتاعت الكلام دوت اهو، وممكن تغير بتعمل بوردر اهو، ستايل معين، ممكن تخلي فيه حدود لبره زي ما انت عايز، الويدث بتاعها بالشكل دوت. فزي ما انت شايف في التعديل بيبقى سهل جدا تخلي فيه شفافية اهيت، تمام. تقدر تغير زي ما انت عايز، تقدر تضيف حاجة معينة، ممكن تضيف فوتر مثلا. فوتر دي يعني حاجة هتبقى تحت خالص ومشتركة بين كل الصفحات، كل دول تقدر تعدل تمسك فيهم كده وتعدل فيهم، ده اسمه الفوتر، تمام. فهنا مثلا الهوم ده لما تدوس عليه تروح الصفحة الرئيسية، عايز تعدل فيها عدل. هنا مثلا هتخش على صفحة اباوت، تمام. طيب تقدر تعدل فيها برضو زي ما انت عايز، تمام. ممكن تقول له خليها مثلا التركيز عليها مثلا، تقدر تعدل فيها الشكل بتاعها. فزي ما انت شايف البرمجة بتاعتها سهلة، انا شغال بالماوس ويعني تقريبا ما بكتبش حاجة على الكيبورد. تدوس هنا وتقول له مثلا ايه تكست اللينك، ده هيخش عليه صفحة، ممكن تخلي صفحة في الموقع بتاعك او صفحة تانية، ممكن تخش على صفحة مثلا صفحتك على لينكد ان مثلا، تمام. اهي مثلا فيسبوك، هتقول له هنا لا انا عايز اغير الفيسبوك ده لينكد ان، وهنا عايز احط لي لينكد ان بتاعي، وتقدر تكتب بقى اللي انت عايزه. وهنا اليو ار ال بتاعك اهو مثلا، بدل فيسبوك لينكد ان، تمام. ودي صفحتك على لينكد ان بقى، تكتب فيها اللي انت عايزه. هيفتح على نفس التاب دي ولا يفتح لك على تاب تانية، تقدر تختار بقى انت عايزه يعمل ايه بالظبط، تمام. فزي ما انت شايف مش مضطر ان انت تقعد تكتب اكواد، وهنا بقى تقدر تقول له طب انا عايز اشوفه على الموبايل، طب عايز اشوفه على التابلت، طب عايز اشوفه على الموبايل القديم، وهكذا. تقدر تشوفه على اكتر من جهاز، وتقدر تدخل تظبط الاعداد بتاعتك زي ما انت عايز، ستايل مانجر، كل اللينكات مثلا عايز اغير اللون بتاعها مره واحده فتقدر تغير زي ما انت عايز، انتجريشن لو انت عايز الحاجات تبقى مرتبطه بحاجه تانية. وهنا لو انت عايز بقى ايه تعمل كوليكشنز سي ام اس، هيشرح لك بقى ايه هو. هنا ده التجارة الالكترونية، لو انت عايز بقى تحط حاجات معينة تسهل ان انت تبيع المنتجات بتاعتك. هنا بعض الحاجات المساعدة زي صور وكده، هنا دي الخصائص سيتنج، لو انت عايز تظبط الايميل اهوت، تقدر تحط خلفية مثلا معينة، ده زي ما انت شايف اهو، تقدر تبيع كل الحاجات اللي انت عايزها. ممكن تقول له مثلا لما تيجي تشتري طلب الشراء يجي ليا الاول قبل ما يتنفذ،
هنا بيقول لي اكتب العنوان بتاعك على اساس ان هو ايه البيزنس وكده. الباك اب السيرش، فزي ما انت شايف تقدر تعمل موقع كامل بشكل قوي. ده لو انت مثلا عايز تعمل حاجة شخصية او كده. لو انت عايز تعمل حاجة احترافية، دور على حد محترف يعمل لك الشغلانة ديت. ده بس ايه يعني الحاجات البسيطة، موقع شخصي ليك، حاجة بينك وبين العيلة، انما موقع شركة تحتك لازم حد متخصص بحيث ان هو يظبط لك الحاجة ديت. ده هنا لو انت عايز تخلي ده يروح على دومين معين، يعني مبقاش على ويب فلو، لا ده انت عايز تنقله على موقع معين، فايه بتنقل على كاستم دومين، بس طبعا لازم تكون شاري هنا معين، تمام؟ بحيث ممكن تعمل مثلا الاقصر مثلا .com وحاجات زي كده، فبيقول لك هتشتري ويب سايت ولا انت عندك ويب سايت، فتبدا تشتري الموقع اللي انت عايزه. الصراحه موقع سهل جدا، يعني نص ساعه ساعه تقدر تعمل متجر الكتروني وتبيع زي ما انت عايز وخاص بيك، ولان هاخد منك حاجه، والموقع طبعا هتشتري منه، يعني لو انت عايز تعمل حاجه بروفيشنال يعني.